الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ما أنت ومالك أن أبل صنين سؤالها كبحي لها مواقع ذا أن يسوق بين دروستها وحال نسوق جاري إلا شن لباتن سؤال في مكة أم كجاري كنا أم كجاسين النبي الله سبحانه وتعالى سألوه عيسو جيران قار يوغو حيري لله بش رمضان أو هالك أصل كأه يقار مركا كبحسن موضوعة أو في قياه سؤال شكواد وحا أو سائل كلية هاي قف عافمات قبا وهو يدو لبس صون لقلي هاي يدو صون كي هراء أني سوعلين با صون كالكو صغلي مركا لبدي صون إيصو هراء مدد أي قودين إيسا مسا مركا صون كالماضو أي ديب دم بكسو قوديسا سؤال ساسي اللي هذا وبمعنى لبصون أي دافي سائلكو مشيقين صوت أو كل دافي صون ككن لكن كبديك إن أي مشغول سنايد أو حنون أجري أما أي دواء قادان أي سي أو أني سومي كريم وعلى كل صوت هذا السيدة أهيد صوت أي كغتك تحنون أما إيضا صفر كجرتا وولينا آني قلين إلا وصون كلا وكسو قلي كوهر كاسو ارتوى الدنبي وما أهين إني لسكت إلا صون كلا وصو قلو هذا الدنبي إساقا إلهي سبحانه وتعالى بيوحي ويديسان إساقينو أدافو إلهي الدنبي إذا هدافو نقدر نهان أدافو صون كي لقولها أما هل مر هل بلهان نقضو أما لاب بلود أما سدحين تودون هان نقضيه بشهر رمضان مركا لغبحو بي ديب دمكا سو قلين إسا ما قودين إسا محايرة وها دي حنون وها أما أصفر وها أما أحكى لها لكن أسباب تأي كغتك تي هوين إذا مسلمة دا هدي أي هيد إن أي المنو جيني سي أما هيد إن أي أور لهيد هدي أي هيد مركا في دي بحين إسا هلكا سي جوابتو نقون إسا بيدين الله سبحانه وتعالى سؤال شاء الله بعضو حلا هذا وحان ويدين لها حاس كيغا ويسادا ميغا جبسا يضا دو دوبا يضا دو دوبا أصل كل حياي إن لبدا الروح إسقباي إن حلال إسويهين أصل كل حياي إن نبيك صلى الله عليه وسلم يدعي جرتي إن انتو سوي سيستو أو دنكن جري حاس كيسا أصل كوحاء إن عائشة إلا ذا هاي إسادو تكني أنا هرتي سجيفة يوسا إنتو إيتابتو أما وإيقان دروفتو سيانو غال لحظو وصوشا سوي جرتا وواعيدي عكرتا حالة داسو كاللواد روحينا إستابتان لكن مقابل كالعلومة ذا كالوحي تماما يان حلقة يابا إني مرأة ودحيسي وحلقة يابا إني إنو تاجري ونكتي هنا القاعدة وحيلا هذا إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال الضباء أراد علماء أوكال الدول ما يهوي السيستو إيانو ويسيستو وحن كسو أرورينينا هدي استابشادو أي متهي مد إيضو دران وضط حاسكاغا هدي الدران كتابتي أما الدران كم باشريسي أما الدران أدكدون كتيد إسكسو ويسقاد خروجا من الخلافي لكن هذا هو الدرين جيرين وطابش عادي أي تهي وحكم الجمدة مركا موي سقادة نيس سؤال سدحات وحيلا هذا هاي قف صوما مركا أوي سيسانيو ملغلقان كرا نبيك صلى الله عليه وسلم وأو لغلقان جيري وانا أكو حيل ديران جيري إلا إذا كان صائما نركو سوميها مويان هل كان مركا حلقا قاتي قفك صوما ولغلقان كرا وصندارا كرا
laakiin kuma xil dheeraanayo. Waxaa laga baqayaa inay biyuhu markaa ay ku fogaadaan oo markaa ay usii dhaadhacaan. Su-aasha afaraad waxay leedahay, hooyaday oo joogta meel iyado abaar ah, xanuunsanna, sadaqo ma ka bixin karaan? Waxay ka wadaa fidyan ula jeedaa si aanay u soomin. Horta meelaha abaaruhu ay ka jiraan ilaahay subxaanahu watacaala aaraka keeni kara. Ilaahay ummadda ha barwaaqeeyo, ha baraaro, abaarahana allaha ka saaro. Hooyadaa hadday kusoo beegantay xilli sidan oo kale ah, dad fara badan baa la mid ah, oo wax lagu afuro iyo wax lagu suxuurto ay adkaanayso, waxay soo dhacsan lahayn duruufta mashaqa iyo jahdi ay timaado, way afuri kartaa laakiin dib dambe kasoo qallaynaysaa. Sideeda waxaad qaadataa qaacidada ah, fidyadu waa wixii soonka aan rajo laga lahayn in lasoo celiyo, ama xanuun qofka aanan faaruqaynin, amaba qofka isagoo da oo kale ah. Xaaladahaas qofka markay lasoo gudboonaadaan soonka ma soo celinayo oo fidyo bixinaya, laakiin insha allah abaarta waa laga bixi doonaa, aaran baa ka dambayn doona, markaasay hooyo soo qallayn doontaa haddii ay hadda ku adag tahay, laakiin markiiba in loo booda fidyo maaha. Su-aasha kale waxay leedahay, nin baa wuxuu leeyahay wiil iyo gabar aan aqaan ayaa xiriir aan sax ahayn dhex maray, labada ruux way wada seexdeen, halkaas uur baa yimid, kadibna iyadoo dadkii iyo ceebtii iyo laga baqayo ayaa waxaa dhacday in ninka kan saaxiibkood ah wuxuu sameeyey, uu isu mehriyey oo wuxuu u geeyey ciddii markaa isku mehrin lahayd. Waa la isu mehriyey, wiil baa halkaa ku dhashay. Ninkii ilmaha dhalay waa uu dhintay, alla yarxamu. Hooyadii waxay haysataa wiilkii, wiilkii dabcan ninka dhintay ayaa dhalay, inkastoo uu horgala ahaa, uu ka horreeyey guurkii uu ka horreeyey. Walaalkan wuxuu hadda ka walwalsanayay, wuxuu leeyahay maadaama arrinkaa aniga aan ogaa kaligay, halkaana ay ka dhalan karto axkaam iyo la xiriirta dhaxal iyo wixii la halmaala, ma ku khasbanahay inaan dadkii wargelyoon dhaho waxaa dhacday sidaas, oo reerka inaan u sheego? Wiilkan markiisi hore si khalada ayuu ku calool galay, kadib baa laysu xalaaleeyey, arrinkaa ma ku khasbana? Mar jawaabta waxay tahay, kow, tan waxay ka mid tahay masaa'ibta dadka lasoo gudboonaata haddii xiriir aan sharci ahayn la yeesho guur ka hor, waana sababta ilaahay subxaanahu watacaala zinada tacbiirka u adeegsaday uu ka duwan yahay nawaahida kale ee qur-aanka kusoo aroortay. Qur-aanka wuxuu leeyahay walaa taqrabu zina, halka falalka kale leeyahay ha samaynina, laakiin zinada waxaa leeyahay walaa taqrabu, ha u dhowaanin. Zoon baa jira reeban aan la geli karin, waxaa jira meel reeban aan la geli karin, maxaa kuu dhoweyn kara? Taabashada, wada qosalka, khalwad oo laysku keli noqdo, maantanan oo laysraxraaco indhaha markaa laysku gubo, maantanan xiriir aan sharci ahayn la yeesho, ee allah mustacaan maanta dhan masawira laysweydaarsada, wixii lamid waxaasoo dhan waxay keenayaan waa wasaa'il dadkii gaarsiin karta inay zina ku dhacaan. Taana marka waxaa imaanaya howlo sidaan oo kale. Haddaba da'yarta oo badanaa dhankooda farta lagu soo fiiqo waa halkay shahwadu u badan tahay, arrinka kan mushkilad ma lahan iyo maxaa ka macna iyo maaragtay maxaa ka macnaha iyo asxaab baan nahay iyo kaliigis baan nahay iyo jaamacad baan wada dhigan, waxyaabaha guryaha lagu gurowey. Ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqno oo khalwada horta iska ilaalino. Ama xaaladan iyadoo taagan ee dhacday, mar haddii ay dhacday in inta loo mehriyey oo ilmaha saa uu ku dhashay, culimmadu waxay isweydiiyaan ilmaha maxaa laga yeelaya? Jumhuur ulfuqaha waxay qabaan ilmaha zinada, culimmadu hase u badan yihiin baan ka wada, markaa jumhuur leeyahay
ilmaha zinada ku dhashay inaanan loo tiirin karin, aanu ku abtirsan karin ninkii zinada ku dhalay. Laakiin cidda isdhexlayaan ay tahay un keliya, ama ilmaha wuxuu dhexli karaa hooyadii bas, iyaduna way dhexli kartaa, isna wuu dhexli karaa, laakiin aabihii ma dhexli karo oo kuma abtirsan karo. Nasab halkaa marka ma lineajkii baa go-ay. halka culumo kale sida ibnulqayim uu soo naqlinayo ibn taymiya iyo isxaaq ibnu raawey, curwa ibnu zubayr iyo ibn siriin, rag fara badanna oo salafkii iyo khalafkiiba isugu jira, waxay leeyihin marba haddii cid ku haysata aanay jirin, waxay ta'wiilina xadiidka alwaladu lifiraashi, waxay leeyihin cinda tanaazuc, cid ku haysata haddaanay jirin, isna uu ictiraafsan yahay in waladkan uu isagu u dhalay biyihiisa uu yahay, saana loogu mehriyey, waa loo tiirin karaa, u nisba sheegan karaa. Mar hadduu nisba sheegan karan, axkaamtii nasabka ee meesha timidna waa ay ka ratimaysaa, waa ka imaanaysaa. saa darteed waxay raaciyaan culamaauna alafaadil, waxay leeyihin hal la miisaamo, ma fitno weyn baa ka iman karta. hadda sida muuqata, haddii ninkan saaxiibka reerka la ahaa uu reerkii maanta ula tago, yidhaahdo arrinkan baa dhacay dhowr sano ka hore ahayd, wiilkiin allah u naxariisay sidaa buu sameeyey, ilmahan hadda meelaha wareegaya ee jaamacadda dhigtaad arkaysaan saasuu ku dhashay. hadda hadduu yidhaahdo ama inay fitno weyn ka timaada laga yaaba, ay ka mid tahay kow, wiilkaa inuu mustaqbal waayaa laga yaabaa, waxaa laga yaaba inuu guur waayaa laga yaabaa, maadaama fitnada laga baqaayo. culummadan qabta waa loo nisbayn karaa ra'yigaa in la qaato, ayaan ku talin lahaa, oo ah mar hadduu biyihiisi yahay, saana loogu mehriyey, wiilka loo nisba sheego. ninkii sheekada hore ogaana sideeda u laq, sidaad u aamusta markii hore u aamus. talada saasaan ku siin lahaa biidi illahi subxaana watacaala, waana tala aan kasoo xigtay dadka diinka aanu kasoo gaarnay. ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo. su-aasha kale waxay leedahay, salaada jimcaha ah guryaha ma lagu tukan karaa, mase qof baa la ogol yahay, macda ma jimca ayaan tukanaya mise duhur? dabcan isu soo duuduuba, salaada jimcaha ah guri laguma tukan karo. salaad waxaa lagu talagalay masaajidda ilaahay in lagu tukado, waana dabcan maalikiyadu hadalkoodu uu cad yahay, shaaficiyadu cadadkoodu uu cad yahay, meeshu inuu noqoto masjid jaamic imaam raatiba leh oo lagu adimo jimca jimca lagu tukado, saa wayna noqoto. walidaalika waxaana laga yaabaa saa'ilku inuu ku salaynayo darfiga hadda taagan oo coronaviruska ah, oo laynoo diidan yahay in aan iyadoo la ilaalinayo caafimaadkeenna iyo la ilaalinayo nabaddeenna, la ilaalinayo safetygeenna, dhayriyaan meelaha laysugu iman. saa darteed masaajidda maadaama ay hadda xiran tahay guryaha laguma tukan karo, qof walbana duhurkiisa iska tukado biidni illahi subxaana wa tacaala. su-aasha kale waxay leedahay, wiil ila dhashay ayaa hay-ad ka shaqeeya, kadib wuxuu ii keenay laf oo asiimi kaarka sida laygugu sharxay, wuxuuna yidhi lacagta kaarkan ku soo dhacda adaa iskale. hay-ad buu ka shaqeeyaa, wuxuu u keenay kaar buu u keenay, wuxuu yidhi lacagta kaarkan ku soo dhacda adaa iskale. lacagtaas bay gabadhu leedahay, ama saa'ilka wiil iyo gabar ciday tahaba, ma ii xalaal baa mase waa qalad lacagtaas inaan qaato? laba mid wey, ninka meel buu u shaqeeyaa, kaarkan lacagta ay ku soo dhacdo ma lacagu isagu intuu shaqeysa lagu soo ridayba? sida mathalan aniga kaarkayga visa kaarka ama credit kaarka, kaarka aan leeyahay oo kale, haddaan qof intaan u gooyan yidhaahdo lacagta igu soo dhacaysa meesha mishahar iyo waxay doonto ha noqota halkaa kala bax, waxba kuma jabno. laakiin haddii ay tahay wuxuusan isagu lahayn, ama qof kale lacag u socotay magaciisa kaaru qof leeyahay uu kuu keenay, ama ay tahay wax laysdaba marinayo, markaa kuma banaana. marka waa inaad hubisaa wax magiciisa kusoo baxay miya, mishahar isaga kusoo dhici lahaa miyuu kuusoo gudbiyey, gunna isaga uu lahaa miyuu kuusoo gudbiyey? taa markaa adaa xukminaya biidni illahi subxaana wa tacaala. su-aasha kale waxay leedahay, qof waddanka aan joogin ayaa fitro ii soo dhiibay, marka meesha uu joogo miyuu
ku xisaabinaya fidrada mise meeshaan jooga ee muqdisho. Tabcan su-aashan waa tii aan kaga jawaabnay markii aanu ka hadlaynay axkaam alfitra. Haddaa dadkeenan meelaha jooga oo kale saan tilmaannay sanadkan boqol koron baa la bixinaya, wax u dhigma $10 wax ku dhow ayaa la bixinaya. Aniga waxaan bixinayaa inta isaaran ayaan bixinayaa, kadibna waan dirayaa. Marka laba mid wey, haddii maskiinka daaragta ugu tegeyso inta isaaran baan bixinayaa, isagaan u dirayaa $10 waa inay gaarto. Haddiise intaan lacagtii diro rabo in raashin lagu gado, raashin baa lagu gadayaa, wakiilkii baan u diray. Waxaan idhi 5 qofood fidradoodan kuusoo dirayaa, raashin intaad ku gadid wax gaaraya 3 kiilo, 3 kilogram wax gaaraya bariis ama waxay doontaa noqoto, ku gad, kadibna dadkii masaakiintii mutaystay u qaybi. Haddaan ku idhaahdo kale, adigu markaa hadba meesha aad joogtid raashinka fidrada loo bixinayo qiimihiisaad ku khasbanta. Mathalan sida saa'ilku ilaahay muqdishaan u diray, ma garan kara qiimaha hadda ay tahay fidradu ay tahay, kaba dhigma inay $5 tahay ama $2 tahay, kaasaad ku khasban tahay, ilaan lacagtii baad diraysa, waxaa lahay raashinka lagu gada halu gudbiyo. Laakiin haddaan raashin lagu gadaynin, sunnadana saas ahayd in la raaco, oo aad rabi inaad kaash u bixisid, waxaad bixinaysaa lacagta adiga ku saaran baad bixinaysaa biidnillahi subxaana wa tacaala. Dabcanna tanna waxaan isku daynay inaan soo dhoweyno qofka kan inaan wax loo raacan, maskiinkaana inuu halkaa ku dhargo, maxaa yeelay inaan qaadan ixtiyaadka ah inta adiga ku saaran oo tobanka inaad gudbisid ayuu ixtiyaadku ku jiraa. Maxaa yeelay mar walbaba halkaad meeshaad maan iska geli lahayd bal plus ku jir wey. Su-aasha kale waxay leedahay, salaada markaan tukanayo marmarka qaarkii ayaan dareemaa inaan ragco ka tegey kadib sujuudu sahwi ayaan la imaadaa. Haddii ka waran sujuudu sahwigiina aan halmaamo oo salaadana aan ka baxo, dibda ma usoo celinaya? Way dhacdaa dadku inay halmaamaan, oo halmaankan wax dhaca weeye axaadiisii saxiixa ahayd soo aroortay xadiidi lyadayn iyo axaadiis fara badanna waxaa laynagu baray sidii loo tukan lahaa salaada. Oo qofka haddii uu halmaamo salaadu hadday nuqsaan tahana, jamca bayn aqwaal culama wuxuu la imanaya intaanu salaada ka bixin sujuud sahwiga. Hadday salaadu ziyaada noqotana markuu ka baxu la imanaya, qofka hadduu intuu ragca tukado uu iska fariisi isagoo tukan lahaa 2 ragcadoodna, markuu xusuusto ama lagu baraarujiyo haddaan waqti u dhexeyn buu istaagayaa kadib uu tukanayaa. Intaa waa in aan ka hormariyay su-aashan si uu saa'ilka intaa in ka badan u ogaado. Laakiin waxay culimmadu dhaheen qofka haddii sujuudu sahwigu uu ku sahwiyo ama uu halmaamo ma soo celinayo. Sujuudu sahwi buu halmaamay, wuu iska dhaqaaqay, ma soo celinayo, hore u soconayaa. Taasaa marka kusoo ururnay biidnillahi subxaana wa tacaala. Su-aashan waxay leedahay, bisha Ramadaan mar walbaba ishaada waxaa ku dhacaysa cawrada dumarka waddanka aan joogno. Wadada marka loo baxo, ilaan dadkan la degana dad muslimiina maaha, asturna markaa ma jiro. Marka soonkayga arrinkaa wax ma u dhimayaa, maxaa talayga siin lahay? Hadda kow, ilaahay wuuna yidhi jalla wacala qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun. In indhaha la laabto nusuustu way noo sheegtay. Waxaa kaloo lainoo sheegay qofka nadarada koowaad inaan loo xisaabinin. Mathalan anoo socda, haddii ishayd wax ku dhacdo, tan koowaad ay ku dhacda layima xisaabinayo, laakiin markii waa inaan soo jiisto oo tan la ii xisaabinaya. Soonkaygana wax u dhimi karta waa tan labaad marka aan ku laabto, intaan mar indhaha intaa arko, haddana aan mar kale aan ku laabto. Taa way tan laysu xisaabinayo. Marka adigu waddada markaad maraysa, macnaheeda maaha meeshan nanuur way kula degannahay, macnaheeda maaha waddada markaad maraysa in 4 gees lagaa soo geliyo maantana intan way qaawanta, macnaheeda maaha.
marka ishaada ku dhacday kasii jeeso oo hore u soco adugu kameradaha cabaysan bay dhiitan dhalinyaradu maantalan indhaha kusii taag. Midbaa marka wuxuu yidhi ka waran haddii intaan arko ille midda koowaad baa lii ogolaada amba kasoo hang ab noqdo ama kasoo leexan ka waran buy yani kaasoo kale lama rabo inaad dhahdid marka koowaad haddii la ogolaada bahasha iskama beer dareena iyadaan marka diiradan saaraya si ay hal xabay igu noqoto nataawa iyadana waxay ka mid tahay waxyaabahan banaaneen. Marka ishaada markay ku dhacda markiiba soo jeeso wey marka taas soonkaagu marka waxaan uga dhimaysa maxaa yeele tan koowaad laka tan labaad baa calayka liyiri tan labaad baa xisaabsan marka taa hore mushkilad male biidin illahi subxaana watacaala. Su-aasha kale waxay leedahay su-aasha tobnaad baan u malaynayaa waxaan deganahay Norway magacaygu Cabdiqani waxaan ka shaqeeyaa shaqooyinka boostada ah ama laagarada waa meelaha istoorada wax lagu keydiyo waxaa dhacda inaan khamro ama wax yaala aan banaanayn ay isoo maraan ma marka qaarkii mana ogi waxa ay tahay ama qaarkii inaan arkaa laga yaabaa amaba dhaladu markay jabto kadib ama ay jabto kadibna aada garata inay khamra yacni su-aasha waxaan u fahmay inay tahay meel buu ka shaqeeyaa waa nin wax qaada ama boosuu ka shaqeeyaa marka waxa uu qaadana waa karaatiin laakiin ma oga waxa ku jira laakiin ma qaarki waxaa dhacda wixii markay jabaan ayuu ogaanaya wax meesha ku jira inay khamro ahayd wixii la mid a horta kow shaqooyinka sidaan oo kale isku soo duuduuba shaqadu min xayu hiya wax bannaan wey inaad horta shaqaysid kow fadhiyo ceyrna iyadaa la qaataa shaqada markaad gelaysidna contracti baa jira contractiga waxaa ku qoran inaad wax qaadi doonto bostola tahay xamaali baa tahay xuun baa tahay shaqaad qabanaysaa waxaa lagu yidhi si duuduubahaana sharaab baad qaadaysaa ama xamaali baa tahay oo waxaad qaadaysaa raashin baad qaadaysaa adiga kuma khasbanid waxa meesha ku jira detailkeeda haddaan laguu sheegino contentska in aad maantanan aad baartid kuma khasbanid laakiin haddii lagu khamra raraysaa khamro ama khanziir kaliaad ii qaadaysaa shaqadaa ma geli kartid waad ka istaagaysaa laakiin shaqadu hadday tahay waxaada noqon waxa meesha ku jira kow cid kuu sheegtana aanay lahayn wax kantasi kuu sheegan aan lahayn kow labo haddii waxay isku dhafan yihiin ay tahay waxaadna kala saari karin hadday tahay labo labadaa arrimoodba kuma jabna waxba kuma jabna inaad ka shaqaysid adoo mid kale sii cayimanaya shaqo kale oo tan aan shubha lahayn inaad raadisid inkastoo waddankan intaad joogtid iyo meelaha yurub iyo galbeed oo dhanba wax boqolkiiba boqol nadiifa inaad heshid ay adagta xaaladda marka saddexaad oo noo soo harta suura thaalitha waa inaan ku yidhahda niyow waxaad ka shaqaynaysaa khamradan baad ii rari doontaa ama khanziirkan baad xagga geyn doontaa delivery ku samayn doontaa ay caddahay de shaqadaas waa iska cadda xukumkeedi laakiin waxaa ku jira anigu ma ogi inaan baarbaarana kuma khasbani bal waxaa laga yaabaa meesha aan u shaqeeyo in ay tahay maxal tijaariyaho aan ku ogahay inuu alaabaha iyo waxyaabaha nadiifka marka uu ka shaqeeyo iyo waxyaabaha xalaasha ah laakiin waxaa soo geli karta hal dhalo oo saan oo kale jabtay ay muuqatoo kale hashaa dhalo waxay kugu bixinaysaa su-aal yani dhaladaa keliya meesha ku dhacday su-aalay kugu bixinaysaa haddaad ogaatay waxay inay wada khamro yihiin nada ka dhaqaab laakiin haddaana ahayn oo dhaladaan iska soo gashay ee shaqadaada iska sii wada biidni illahi subxaana wa tacaala annagoo ka duuleyna mabda'a ah ka duuleyna maanta dabcan haddaad tan ka fariisatid waxaad qaadan doontid waa cayr ninka cayrta lacagta laga soo gooyana meeshaas unbuu ka keenay marka baashu iska dabawareeg marka waxaan leenahay aqal darar yani wixii akhafu darrayn waan eegeyna waxaan kaloo eegeynaa maqsadka ah qofka kan inuusan meel iska fariisan oo callun aw kallun calaa hayrihi suusan ugu noqon laakiin adiga kuma khasbanid maxaa meesha ku jiray xabad xabad iisoo dhigan boosada waan ognahay inta ay ka shaqayso waxa wanaagsan iyo waxaan wax nadiifa laga shaqeeya laakiin waxaa soo gala percentage khaldan baa soo gala taa marka wax laguma xarimi karo. Su-aasha kale waxay leedahay anoo sooman yacni waqtiga ma isku dhaafin karaa ciyaara sida laaduu iyo daaduu iyo waxaad dhihi lahadeen iyo dumnad iyo wixii la mid a iyo
رمضان تقل وجره فعجيب مكت بالرمضان باليري اللي سوق جاري وهل بلقى سقال الله تنا نقول كرت صدنا نقول كرت وضدك إن جن جهر يسلف هذه الأمة إلح بلادنا إلهي جعمة أريد أن جري إلهنا جارسي إلح بلادنا إليه جري إله تيتك تنا يقبل فرصة قال يا أقصام مرتي وأذا نجين إني صلى الله بندون طه إله سبحانه وتعالى نوسع يعني أذى جبا وأذا نجين إن المرضى بهلي دون تيد لجرب إن صحيح هذا تيد وأسبرار بحشتيد وأديمان كدنا بيسيد وإله سبحانه وتعالى وقام هاد نقديد إلهي وأذاك يعني ما شديه لهي وأد قرآن قرين لهي وأد ورد قرين لهي وأد قرين لهي دور سنان وطالب علم أد قرين لهي وريركا وشقيس أد قرين لهي وإلمها أد لجوكت أد قرين لهي وريركا أد وهنين لهي دعوة أد كب حين لهي إنا أد هذيد ما أردت وقتك ما إشكول لعفين كرا مركا وجيدة روحي تهي قفك كان مركا سي مكاني كليب وصوم سبيريتوال ومسوم كلي راشن بو كصوم مركا قاعدة بو إصدافينا وحور ربا إن عيار كبحيو وكبحيو ما أردت تن عيار إي تن عيار بوشتا تايم حلو له لكن أقو بوحان عمري قاقي بعد عوني سادو يوكن سيومي أيج قاقي بعد عوني ساد معايا الواتاني ليهين يصر المرأة ذهاب الليالي وذهاب إنه له ذهاب قفقو حو كفر حامال مهوتك مثلا أن كفر حو أما بلان أن ليه آج أدو هيمة أما مالا وحكا قاضان دون وحكيه للدون وحان كسو مثلا اسبوع كدبا لغايا با إن مال وحكيه للدون مركوان ضرر إله اسبوع أي قارسي اسبوعا مركا أن ددجين يو ماينس عمرك وكقو أي مركا وقتي ما شاء الله مية مالا هانا سلف كهذا أمي حلقا سوحيك تعي لي جري رمضان مركا اللي قارا مركا نسنا أنا عمل عصب كدرا مالا وحكا قلنا وين جن يعني أن وين جرنا جدول كينو بحسام الجري وردد با مالين كي لامر ختيم الجري قران مركا بيشن لسوق قارا وضد أفر لا تنكس عمانتن وردين جلي أو الصلاة على النبي أو التسبيح هذا إلهي سبحانه وتعالى أنت وقتك وقبق النوم وقتي يعني كفى إذا سنة مركة هوشنا شكون لافينين لا بعد مركة الأفران هجري نو تراويح بكسوجي سليل بكسوجي أنا مركة لا طبيعي لان ما لينكين والس فورة يا وسجل العيار يا دم بس بالس مارينيا هبيك مركة الجارة تراويح اللي تكلم هنا دنا طلب الله صفر سنة وحابد مودابة إن لي يري هوشنا هلا قبته يعني إن كبدًا أنتي بالرمضان مركي لقب يعني غير رمضان بصلى لون دتكم عيارة وهالكي وذات كنقول على الدنيا جزاه الله خير واللصوص رمضان رمضان هكو حدا توجد حد راح كم إذا طرب كحدا ودلو ما بهل كان مجي سمكري كره حدا وح حدا دم ندى حدا إله سبحانه وتعالى وجبكم سؤال شكله روح الله ذهاي قف استعمالي جري سنوس أما الطباك كذا ayaa rabay inuu ka faa'iideysto ramadaanka oo joojiyo isticmaalka tubaakadaas ama snuskaas marka si isbeddelka u yimaado wuxuu isticmaalaa blaster ama sharooto jirka lagu dhajiyo sharootada waxa ku jira nikotiin baa ku jira soonka qofkaas uu buraya walaalkan inta la midka ah iyagu afku dablayaasha ah ee sekreetka dhuuqa سيجارك عبه إلهي سبحانه وتعالى وارتها سوهنوني إلهي سبحانه وتعالى هكدوه طلابتن إن وفكوا أذيك سيدا دوادن سيدا نوكلاء إنو كقبحان إيادا وحق روح بضن وهم حالة قمرادة مركة للتحريمين يسوله بن عثيمين رحمة الله عليهم مركو أجواب يددك سيدا نوكلاء ترتيب ترتيبته أجو الجنية ويفي عنتها برخمرادة مراحل بيصوم مرتي وإن لك في نعمل عبرة مرك اللي سومر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هذا نوى يسأل ما حل سومر هذا مرحلة كر ولا ليه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا نوى حل سومر عن الخمر والميسر وقل فيهما إثم كبير إلا مرك دفيت تنيف ويتمد ترتيب ترتيب تائن وسجدت خلص صويت أما شرطا الجرك اللي قلنا جيو أيضا نكتين كوضطة صان كيد مبوريسا وقو شروطة جيركا اللي قلت جيو وعيدو ومد بلاستيكا ومطاطية جيركا اللي قلت جيا ويكال أود بضانت قاربا شن ميلي جراما قاربا طوانا قاربا شن يطوانا وحانا لغو تلقى لي جيركا إنو نكتينكا أود بس يقفكو وقاد ديقتومو
تقسينتي أم إسنوسكي أم تباكذي أم وحي أضيه لهيدبا تاسو صوان كما بورينيس بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا قراركي اللدنة الدائمة أم المجمع الفقهي هدانا نقلدانين نمبر كساقاشن يسدحات أي فتوى دي أي سو سارين ويبنانتا إلا استعمالا سيدا سوكالا إيضا يكو حرانتهانا واتوكان كرتا بضنا إلا لحي توان سعادات حريرة أي وقفك استعمالي كرا أما أفر لا تنسى عضوات مركو حوكم الجبنة نيكوتين كاس إنكستو أو هبب قد بحضو الدونة محايا لماها نيتريشي اسماها جيرك النفقاتكو مكور لينيو قفكن وحو كعاوين إنو سيجار كا هي سكريت كا وجوجيو سادرتيد فقهو علماؤنا وحيت المامين إن آني سونك آني برينين قفكن وصول مكر وانا طلاب وانا أكسن قفكا قوان نو إنو راعيو إنو سدب دم مركا أمو استعمالي دون سؤال شكرا روح على هذا هاي حنكو يدينا يا مركا عن ربعين عن استوابه قفك إتوابي لعكتا وشاكتا مسين كرا وحان مقلي إن وصن لعك قيمي سن كارين قفك وحتوابي مركاسنا قفك توابي إيو كان لعكتا بحين إيه أي دنبيليان أيهين مانا هو طبعا سؤال شو حال هذا إن استوبان ربا قفك يتوب حاجم كي أها هدو إيرا هذا قيمة هاسان كوكو توب إيا بقول دولار كون كورون حديه لهي قيمة هامسين كرام حيا لي سؤال سعيل كروحة كم وقتا إن وإسلي هاي ثمن الحاجم قفك وحتوب إيا شلن كيسي يوحلميتك أه هي إن هشيس لوجل الكرين مسائل ساسا ولا الكمركة أو صهر مرتي وحد وقعتا وحامل هنا دور حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه استوابي وأعطى للذي حجمه قفكي حاجم كأها النبي قد طاقبين حقي سيبوسي لفظ كلوح ليه ولو علمه خبيثا لما أعطاه إياه وكما قال هدوح حرام أهان لا مصيا حديث يلا ابن عمر نوح تلمام يا إن النبي صلى الله عليه وسلم أياء فري بيري إن أنسيانين كحاجمك مركاسان يريبو يري إمي ساد يقول هذا نقول هذا مركاس ثلاثة أصع مركاسان يري مدجي كدي ما هدنا سيبير حديثي علي بن أبي طالب وصاص حديثي أنس بن مالك وصاص مركو حان هنا دور حديثه مجنس إن قفك حاج وحتوب ياي وقيمة شاكن كرو أنا أتكو خصبنته قيمه يكون شاكتي إن سيسيت أما دولا قرقرتن هذا ما يقدر يقدر يوارن كلا لبدين إدين لحيسة وإني بيزنس والبن بارجينينج بوليه أما قرقرتن بوليه مشكلة ماله لكن وحاكو ما جبنا قفك وحتوب ياي إنه قيمة شاكن كرو أدي أنا قيمها إنك بحين كرتيد أفرتان نصوص إنه كدولين أما أرن كأه ku qaada shada toobinka wax lagu qaato waa karaah tanzih marka nusus dib lagu laabto thamanul haajim marka leeyahay waa karaah tanzih waa laga wacan yahay waa laga wanaagsan yahay laakiin waxa kuma jabna in marka wax lagu qaato su'aashu kale waxa leedahay su'aashaydu waa sanado badan oo aan soo mayay ayaan soonka maalinka ugu horeysa oo ayaan u niyeysan jireen habeen walbana man yeesan jirin سؤال كيف مركم حون القنايا؟ سؤال شو حيت هاي؟ دور صناعة صوم مرتي هو عن صوم كأن هل مرني يسنجري بالرمضان إني صوم جل كهبي ولا مني يسنجرين؟ سؤال كم صوم كأو صح؟ أما ذو هبين كأقول رأينا الدهديد بش رمضان ولا مو صوم بيا فوق هذا ويت المامن أما هبين والبابا على حدة إن التي مادت نيدي سنة فوق هذا ويت المامن لكن بالرمضان مركي صوم جشود raashinki soo galatay suhuurti sameysanaysiido afurti sameysanaysa inta marka waxa muujinaysa in niyadu aqli tahay marka niyadu ma aha in aad nawaytu sawman gadan an adaa'i fardin biriban yisma tahda wala jeedid iyo marka ma soo aroorin laakiin suhuurta u soo toosay baa niyya ah suhuurta u soo toosay baa niyya ah biri afurki lacuni laha in aad hadda kasi fikirtay oo ku qondaysay ayaa niyya ah sambuuskan inaga aan isku waajibinay portfolio his marka ku diyaarsan yahay talaagada ku jiro oo mid walba maalmo 10 soo saaray taasaba niyadii abiidin la subhanahu wa ta'ala
سؤالي كله حلال هذا هاي إلهي خير هذا نسي هذا نسي وحن إنه يدين يا هدي أي صلاة يجو صاق شمال أن لو تكن كرين أما الله أجعلين إن لو تكذو ما كنت كان كرجالي قد حديث السيدة أنا فضيع كلام أصل كحوي هاي إنه النبي صلى الله عليه وسلم يري جعل لي الأرض طهورا ومسجدا للك ملك السوء هذا مال طاهرة اللي قلت كذا أيو إلهي قد بقي قفك السوء مدى إذا كم إذا هلك أي صلاة دا يكون قواتنا وأكدت كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم قرآن واتل له إلي صلاة سيكون قواتنا له كذا الدباء هدي لقود ديوده والقراء هذا هل كان كومت كان كرت كان مسا من كرت لامد بعد إيجيسا وقت متسع مي أنك بعضنا سؤال هذا كما كان ويديان وحان ناصر بحا سيبا سؤال شمار كان سيبا لاريو كلا إنه يصان قطال لغي أبا اسكول بكجرة قلت بكجرة وحور روا مركي صلاة دا إيساق شئين هركتو كذا سيدين مسجد جوغا أكلا حسدي أنا وحها هرسن لباتن دقيقة أما صدن دقيقة أما هذا يبي اللعبة طبعا لكن حسد وحب اللعبة مثلا تصالة كودي باللعبة أما كودي بركة حدو كلا دورك وقت ونصا وقال كودي بركة باللعبة وحيدا ما نسا وحيدا ما نسا لباتي بركة قف كان هدو ماشي انتو كسوط طبعا أو بابور صارع أما ترينكي سيساقات أو قرغة يماد صلاة عصر قرمي سوق لسي وحي سوق لسا ما أنتو حانتو كان نشانت إيو قرمي تكن شانتي بركة من اللواتن سمين انتوكن وحي سوق ليسا وقتك الصمة قفك مركو حيستا جم يعني وحو كداهي وقتي وقت الفضيلة أمبو كداهي ماهنا قولي يسا مركو يمادو سي ترتيب أقوتو كان كرا قصب ما إنه هركي استاكتت وقت الفضيلة وفضيلة هدي مزل الجوغوالا قرتي لكن قولي مركا اتما شانتا تكن كرتا صلاة مركا وكا أساحيسا هدي مركا متسع من الوقت أجرو صباح أو إمو وحتى ماذا قولي إمو كتكو تايم بعد هيستها ولذلك مركا إنه صاو عن ركترة إسكول لذا إيو جامعات كيران ذاتك مسلمين تنقاتي كتا أغنى حسوين كبحي امتحانات وكالا معان كيالنا بضانا مركا ويدنون دهان وقت مياجر مركا تكلاس كسوي بحديد أم إقزام كي أدى ميسيت وحكوشي يقول وقت أم الله وسع وهيست مركا سوكالا صباح لكن هداي تحليقا وينتر كوكالا صلاة وصاء إسوها يان وكالا ووحون أيهن وح متكرر أيهن سيدا آت كري كرتيد قاريقا إسادتك إنتا صلاة كتيجي الهدو انت صلاة دي كتيجي لهي ومرك غارك غاري لفت الكيسان ان كو سامح مركو بس يحي اوكله اما ترين ويها اوكله حالته مرك ضروري مرمر اي كو قبطان حديث ابن عباس او لها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعين جري ايضا مطر روب ان جرين دبايلو ان جرين ايضا امني وجرو مرك لو يدين ليش يا ابن عباس ام حاكينا اراد ان لا يحرج ابنته ان لا امته اراد ان لا يحرج امته عنده و النبي قربي إنه سنعيري قلن ومدي سمركو النبي قولها صلى الله عليه وسلم ابن عباس قولها تانا وحكا قادنا حالها قارة وسلدم ريرلي ومرمر وفرقو ترس هذا اتمادنا وجمعين كرتا بإذن الله سبحانه وتعالى سؤال شكال وحالة هذا هاي هدي عن مرته وجركة سعادية وقبايستو لكن قبايسكو أو مرشد آنا هين جنابة آنا هين ما ويسيسان كرا مركا يعني معناها مركا سوكالها ما ويسيسانا يا مسا سيدا ايان كويسا قبا وحاسائلكو وفهم كيسو في عين هاي ووحو آمين سي هاي وانا سيدا صح ذا قفك هدي وجنابة وكما يراني مثلا قفكي قويسكو الله بو جنابة مثلا اما با هرددي اما با ما عرقتي حريركي حلاش اهابو سو قفكي سو مري حالة دا سوكالي هدو قفك الجنابة وكما يرانا يوكل ويسال الله ما باهنا محايا لي جنابة والرفع لحدث أكبر حدث وين بالقى هذا ويسادونا وشي مركا حدث وحي قاذي أصغر مركا ويحي حدث أصغر أكبر قاذي أيا كأو ليسان أو مقدم أصغر كون خلقها بسوق مركا دي جنابته ويسال الله مسوح لينه لكن هداني جنابة أهم وبيسك عادي الصبح عن حمامك قال له أكلة قفك يسكون نظيفين ويسأل لك أجب به وين أدوي سيستا ويسدي كام يندعين موضوع عمرك جوابت وسداس سؤال شكله حتى هاي
aabbahay oo dhintay allah u naxariistee ayaa hooyo waxa ay ku lahayd meher. Markaa waxay tidhi meherku wuxuu ahaa 40 neef oo ariya. Marka sheekhu, waxaan doonayaa inaan aabba deynta ka gudo oo lacag ahaan u siiyo hooyo, marka ma neef walbaba lacagta uu joogo ayaan ku dhuftaa, tan kale ariga xitaa isku qiimo ma jooge ee sidee u xisaabiyaa? Tabcan iyadu waxaa horta wanaagsan in maanta ama dad labada ruux ay ku heshiiyeen inay xoolo ahayd, xoolo inay ahaayeen ba horta wanaagsan. Oo wax markaa su-aasha fududaynaya, hadday qiimo ahaan lahayd waaga 100 shilin Soomaali hadduu ahaan la maanta aana shaqaynayn, masalo kale noqon lahayd inala geli lahayd xooluhu. Tabcan waad qiimeynaysaa, waad qiimeynaysaa markaad qiimeysid kadib waad ku dhufanaysaa kadibna waad bixinaysaa. Qiimaha hadda joogaanna waad ku qiimeynaysaa biidin illahi subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay shaygii asalka ahaa ee lagu heshiiyey weli waa baaqi, waana la heli karaa, wuxuu ha isbedeleene, laakiin kaasaad ku qiimeynaysaa, habkaasaa ku bixinaysaa biidin illahi subxaanahu wa tacaala. Su-aasha kale waxay leedahay, waxaan ahay umul 3 bilood laakiin ilmuhu nuugmada waa iga diideen oo ma cabbo, haddana allah wuxuu igu arsaaqay, waxaan ahay umul saddex bilood okay, ilmuhuna waa iga diideen inuugaan, haddana allah wuxuu igu arsaaqay uur kale, waa uurkiin uu iga soo dilmay, balse waan soomay intii ramadaan la soomayeyba. Hadda waxaan dareemayaa awood la-aan, hidawakhaad baan dareemayaa, soonka maxaan ka yeelaa, ma qallayn karaa, maxaan ka yeelaa? Tabcan haddaan soo duuduubo su-aasha, waxaan u fahmay haweeneydan in ay hadda ilmo ka soo dilmeen, tamarna aanay ahayn, waxaan ahay umul 3 bilood. Tabcan su-aashu way isla dhaafsan tahay, laakiin su-aasha saan u fahmay, haddaanay caddayn qofka saa'ilka ama gabadha muslimada saan qiyaasay inay iyada soo qortay, dib dambe usoo celin kartaa, jimcaha dambe saan mar dambe u caddayno. Laakiin intaan ka fahmay, waxaan u fahmay haweeney iyadu uur lahayd oo ilmuhu ka soo dilmeen, haddana tamar darro dareemaysa. Waxaan leeyahay marka haddii xaaladdu ay saa tahay oo saqti uu jiro, tamar darro aad dareemaysid, saqtigaana tabcan haddii ilmuhu ay kaamil ahaayeen, waa dhiiggii nifaaska, hadduusan ahayna mabaha dhiiggaas wuxuu iska noqonaya dhiig iska caadi. Hadda tamar darro haddaad dareemaysid, iska afur, raashinkaaga cun, markii ramadaanka laga soo baxo kadib ayaa dib ka soo qallayn doontaa biidni illahi subxaanahu wa tacaala. Haddii dabcan su-aal aadan iweydiin oo tii aad u socotay aanan ahayn, haddaan ka jawaabaan dibdama usoo soxo su-aalaha jimcaha soo raaci, biidni illahi subxaanahu wa tacaala, intan kasii caddaynaya insha allah. Su-aasha 19-aad waxay leedahay, magacii waxaa la yidhahdaa Xasan Cali, waxaan joogaa Italia, waxaan aadnaa oo ku tukanaa jamaacada masjid, laakiin sheekha masjidka ayaa wuxuu ina yiri markuu ramadaanka bilowday, wuxuu yiri gurihiina kusoo afura kadibna imaada masjidka, halkaasaan salaada maqrib ku tukanaynaa. Yani sheekha wuxuu nagu yiri gurihiina kusoo afura bil ramadaan mar hadday bilaabatay, markaa soo afurtaana salaada maqribna halkan imaada. Kadib wuxuu yiri salaada maqrib oo dib loo dhigay 1 saac oo cishana la soo hormariyay 20 daqiiqadood ayaan salaadii marka tukanaa. Yacni wuxuu leeyahay sheekha, maadaama imaamku uu yiri guryaha kusoo tukada, guryaha kusoo afura, markaan guriga kusoo afurno oon guryahayna intaan kasoo dhaqaaqan masjidka aan nimaan, ayaa masjidkii salaadii maqrib 1 saac bay dib u dhacaysaa, 20 daqiiqana waxaa la soo hormariyay salaadii cisha. Marka wuxuu yiri jamaacada qaar baa dhibsaday, marka sheekhana wuxuu dareemay inuu halkaa murun uu ka dhashay, haddana wuxuu nagu yiri guryihiin haddaad doontaan ku tukada, laakiin niyada la imaada inaad cisho innagana la tukanaysaan. Horta runtii
وقتك أشيء يصير هل ساعة وضمضة أن جوجنا مركا تقييم كأي سميان ضد كا أسرانو مسكو حبة شيء جامب إن صلاة دي كله يسوق جلسة مركا ما بنانا صلاة المغرب إلا هذا الحد إلا الدليل ما بنانا أو هدي أي أركت هاي مسجد كي إذا كأفرين مسجد كي جورين وكلفوج هاي مركا هل كان لقديمه صنادق أي تاعي أنا أفرتان هل كينا كنت كذا جورين كنت كذا حنا كين إذا طبعا ظروف تحدى جسته جورين كنت كذا كدي المسجد كإمارة مسجد مركا إمارة سلادين إيش هالك كنت كذا مركا سون يستذن يضع ما يلوه كأنا ما أقان مركا يمكن كنت إمارة إلا جمع حدا الله صميني مركا مرها مركا إمارة ماشى وعاد ماشي إمارة المسجد كي هل كان سلادين إيش هالكلت كذا مركا وحاكم وقتها إمام كيونو الربو يونو المقرب يعيشها لكها كل جمعية مركو إذن الله يسون نيسي وحار ربو الربو يونو يلاهدو صلاة يعيشها المقرب نهال صعبا ندبو لقني عشيه نوان صورنا الله واتندقا ندبو صوهر مرنة هل كان مركا جمع مركا جمع سون نيسي ولي هدي ماشا جمع جيرو لن يدا سوا صح وين قفكو إن يسي إنو حجمعين دون لكن هل كان جمع كما مقضو المقرب كينو قرق إنو كتو كذا بس إذن مركا اعتمادان هل كان نيدينا لا إمادة وعيشها كتو كان لهذا مروا البنا مسجد كبوقه لقى إلى اليو ومضوا حقوة صعن كرتها الله صمبي بإذن الله سبحانه وتعالى بضنا أنا هدي فتاوي ذا إمامك أنا وحبا أنا نصوص يودي مينين إن القاضي تام وتكوخس بنتي لكن تناك لو حائم وقتا هل سع رنتي وتوم وشأد بيقب بضنا تهي صلاة المغرب مركو يرب للجوجان وعشها بصوت قلبا سؤال شاء الله بعدنا تحل هذا هاي أنا هيستوقتي فرصة intan afura ilaa maqrib oo mudobaad iska suga hadaan xafada maqrib ku tukado niyada hadda waa su'aasho isku mid yani mesela waqti baan haysta iska suga taban tan wati horo kale ma sugi kartid fursadda haysa salaada maqrib tuko taban wal afuri kara qofka ilaa uu ma aragtay gaajada ay ka tagto isagoo han qaltaag han guri aanu ku jirin bu salaad uu istaagi kara laakiin not in a gaarta heer ah salaad in ay saa umudobaato ma tii hore runtii raacsanta san qiyaasay su'aashu kale waxa leedahay nin ayaa isaga oo lacag igu leh ayaan ka soo dhoofay wadankii aan wada joognay baan ka soo dhoofay yani nin baa lacag igu lahaa wadankii isla joognay ninkii lacagta igu lahaa baan ka soo dhoofay lacagta yaan siyaa xagee isaga bixiya ma garanayo ninkii tabcan su'aashan waxay leedahay qof baa lacag ku lahaa wadan bay isla joogeen qofkan wuu soo dhoofay qofkii meel uu ku sheegay maanta ma yaqaan cid uu ugu hagaajiyey ma laha telefoon kama hayo email kama hayo meel uu kala xiriira marka amala lacagtina ugu leh lacagta marka kow qofka tabcan horta raadi intaad raadin kartid haddii aad ka quusatid waad u sadaqayn kartaa markaad u sadaqaysid biidni illahi subxaanahu watacaala way kaa gudaysaa hadduu dib dambe dhowr sano kadib aad isheshaan oo kugu yiraahdo ama aad labadiinaba isxusuusisaan inay lacagu ay jirtay adna aad tidhaahdid berigii kunkii dollar ama shantii boqol oo dollar aad igu lahayd markaan ku waayo meel kasta kaa waayo waan sadaqeeyey masjid baan ku daray dad dhibaataysan baan siiyey hadduu ku yiraahdo alxamdulilah ajirkiisu leh adigana khayrkaana ka shaqaysaad leeda hadduu yihahda maya anuu lacagteedan hadda u baahana lacagtiisa waad siinaysaa lacagtii aad bixisana ajirkeeda adaa iskale sadaqay kuutaa biidina subxaana watacaala su-aasha kale waxay leedahay marka aan ku jiro xilliga macduurka gabadhu ay tahay ka hadlaysaa periodka ay ku jirto dhiigga ay qabto waxaa laga rabaa inay qur-aan ay diyaariso qur-aanka marka waxaan ka diyaarsadaa bay tiri telefoonka ka diyaarsadaa waxaana meesha ka muuqata 7 maalmood inaan fasax lahayn 7 maalmoodba oo xiriir ayay qur-aanka markaa ma baaqan karto marka ma banaanta ha mushkilad ma laha ipadkaaga iyo mobilekaaga khuruuja min alkhilaafi kaa ka aqriso waxba kuma jabna biidinlah su-aasha ugu dambaysaan qiyaasa inay tahay waxaan joogaa norway buu yiri waxaan ku weydiinayaa cabitaanka suxuurta ma joojin kara 20 daqiiqan ka hor intaan salaada subax la gelin waxaan kaloo ku weydiinayaa maxaa farqi u dhexeeya ribada iyo lacag badan oo inkaasada ay
ضد كسو سارتان طبعا من كل قاضي ياكو هو يدينا يا حنيت يعبد بق مدة يدون طبعا نقطة قفكة انتو سن افكة حيران اما مركة الا انتو ودي كرا وحن صوت من مسألة ذا ايضا ان ايكوب بنانتا الا الفجر الصادق حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فجر كصلاة الصبح الا انت ودعوني كرتا ودعبي كرتا لكن مرة دي ادنك لقارو اما فجرك اوكوم وصادقة انا دوجينيس النصوص تتلمام يساوى في اناء احدكم نوكسو هذا الماء يضا فافاصا وأقول الله بنكر تا كتابك صفة الصوم النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوا عن قبحنا مرك إلا أنت ودود كرتا أما لو أتن دقيق مساكية هندتك أي شيء عن مسوا أروريم من حج العصلاني نوتن وكبر رجينا وحكمة من البدع المستحدثة أما وقفك إن لو أتن دقيق احتياط أدود هداد دون تلو أتن دقيق صدق دقيقين إلى لسيد أم كوسو قال ويهبون تا لكن إلا فجرك وكسو بحواد عوني كرتا ونعبي كرتا كم خس بني طبعا دقيق كهر لو أتن دقيق محاير شرعك كو أقلاد فرق أقول لحي محوية هاي إنكاسها إيه ربض إنكاسها ومحي فرق مركو العكت بحين وايو مركو بحين وايو إن لو أدره هي أدي أما ديباتمنت تيجي إساق العكت كسوة بعين لها قلا أنا مركي العكت مثلا بقل دولار بلغولها أما كون كرام بلغولها بقل بحين وايدي قلا أسبي قلا كلا لو قد بني قلا دي كلا كا قاعد إسا العكنا ويسود دول سعران إسا ربضو إيوضو واشي حوالها قصوف ولي ولو ساري مقابل دين لقاقاتي أنا أدي قف أدو ساري استهرت من بنان لكن إن كاسها قالت كيد الله أسكله دمي بعد كشي وحال قيري وحاقوص وعد عبيل كاب بيحي بيش صدن كيدا مركاس أسكلا فريسة تو بيشي كالي تمن كيدا بحيسي شن تيدي بحيبا لباتن كيدا بحيسي لو بلود بكو عبتي ماذا بحينين هرت قالت كيد الله أسكله لعكت الوصوة صار تريبا ما هاني وقناحوي مركوات بحينيسا حتى هدي مقع كلا وضطه ويوجد حكومة عامان هداد ما أنت دبوا ديكتيد محايا لوحا ويسي سيسي بيرسان إيسا هداي أهيد بقل كرون أما طوان دولار أهيدنا كون بيقار إيسا مرمقار كينا محكمات بيكولات تاق إيسا مركا ساسي مركا كل الدوينهين مركا واد بحين إيسا ريبادة أليه خصاف وشانا وإسكا بحين إيسا بقالك على سيين إيسا سي أدن بيقى إيسا طهرت لك صدقات كوما أها أديغان الريبادة كالة دات كان ريبا مسارين كرتي وإلى هنا بالله التوفيق waxaan walaalaha ku baraarujin lahaa in yaroo daahitaan ayaa dhacay muddo 8 daqiiqadooda laakiin waxay ahaataba su'aalahan waqtigiisu oo aan ugu dheeraad la kontan 20 daqiiqan hadda wadnay waxaan dhihi lahaa gabagabadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan asiibnaa ajirka nagu siiyo waxaan khalanaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga cafiyo hadda ka dib bi idinillaah subxaanahu bil ramadaan ilaa ay ka dhamaato maalinka jimcaha waxaan noo ballansan norway time marka ay tahay 6 iyo barka ama uk ay tahay 5 iyo barka halka su'aalihiina waxaad ku soo diri kartaan halka maamulka page-ka walaalaha runtii hawsha wada ilaahay barakee dhamaantood halkaas aad ku soo diraysaan kadibna insha Allah su'aalaha hadda laga jawaabay waxaan rajaynayaa wiiga dambe inaan igu soo noqono si waqtiga dadka loo siiyo inkastoo inaga xitaan kala shaandayn doono laakiin si hore loo socdo su'aalaha ugu badan horta ay noqdaan bir ramadaan iyo ahkaamteeda hadii marka waqti uu soo harana su'aalaha kale inaan qabanno ilaahuna billahi tawfiq